صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخباركم البنات؟ طولت عليكم الغيبة. أنا اليوم رجعت لكم فيديو جديد. بما أنه بقي لنا أيام معدودة فصل الصيف، قلت علاش لا ما نستغلوهاش في مشروب جد 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 لذيذ ومنعش في نفس الوقت. هذا المشروب جاي من المكسيك، هي وصفة مكسيكية ومشروب مكسيكي حبيت نشاركه معكم. أنا ضايقاه وعجبني وذقته في غيستورون مكسيكان وعجبني، قلت علاش لا ما نوريكمش الوصفة ونشاركها معكم. الوغ هذا العصير كنحتاجو له اون صوص اللي هي سميتها شاموي صوص، كنحتاجو فيها الحامض والسودانية مدقوقة والسكر، وكنحتاجو الماء، كنحتاجو البرقوق والمشماش ناشفين والكركديه وشوية ديال الملحة. هذه هما المكونات ديال هذه الوصفة اللي هي شاموي صوص اللي غادي نوريكم بعد قليل كيفاش كتصاوب. هنا عندنا اناء ديال الطهي، مقلاة عادية، كنديرو الكاس ديالنا ديال الماء وكنزيدو عليه، كنخليوه يلاه يبدا كيسخن شي شويه، وكنزيدو عليه هاد الكميه ديالنا ديال السكر اللي هي واحد 3 ولا 4 ديال المعالق كبار، ملعقه حساء ديال السكر، وكنخليوه كيبدا كيسخن. من بعد كنقطعوا داك المشماش والبرقوق، نحيدوا له العظم ونقطعوا المشماش حتى هو، وكنحطوه حتى هو غادي يبدا بالغليان. كنحط البرقوق والمشماش في هذاك الماء اللي درنا فيه ديجا السكر باش غادي يبدا في الغليان. كنديرو على نار مهيله شي شويه، ما غاديش نجهدوا العافيه من الدقه الاولى. من بعد كنديرو الكركديه ديالنا او الهيسبسكوس، كل واحد وشنو كيسميه، وكنخليوه يغلى. ها هو بدا كيطلق اللون الاحمر ديالو. على فكره الهيسبسكوس عنده مذاق فريد اللي هو حامض وحلو في نفس الوقت، زيادة على المنافع ديالو في تعديل معدل ضغط الدم. إذا كان طالع التنسيون كيهبطو، إذا كان هابط كيطلعو، كيقاد التنسيون ديال الإنسان اللي هي كنقولو ضغط الدم. أبخي هنا كنزيدو السودانية الحارة، هما كيسموها تخين صوص، أمين تخين باودر. كنديرو السودانية، كنديرو شي شوية ديال الملحة ماشي بزاف، غير باش يهرسنا داك الحلاوة اللي كتكون مجهدة بزاف، حيت كلشي حلو. الهيسبسكوس حلو، المشماش والبرقوق حتى هو حلو، وحنا دايرين السكر، دايرين السكر لأن أصلا غيكون الحلاوة ديالو معتدلة، وحتى المكونات هي حلوة وحامضة في نفس الوقت. الهيسبسكوس فيه الحموضه والمشماش حتى هو والبرقوق حتى هو. هنايا كنكونوا سالينا، هذا هو الشكل يعني اللي كنحصلوا عليه، هكا كيكون صافي طابوا المكونات ديالنا. يعني المده ديال الطياب كتكون واحد 15 دقيقه وهو كيغلى فوق النار. كنخليوه يبرد شي شويه، من بعد كندوزو باش نطحنوا في الخلاط اليدوي الكهربائي. كنكبو هذاك المكونات كاملين في الخلاط اليدوي امين الكهربائي، يعني الخلاط الكاس ديال اليد، حنا كنقولوا له ديال اليد. انا كنفضل نديروه ديال الجاج، انا عندي بلاستيك وجاج صوص، استعملت بلاستيك امين جاج هذه المره حيتاش الخليط سخون بزاف. كندورو على درجه اولى في الاول، ومن بعد عاد كنجهدوه ثاني على الدرجه الثانيه. نقدروا البنات نزيدوا شويه ديال الماء، الا لقيتوا بان الخليط ثقيل وناشف زيدوا شي شويه ديال الماء باش يتخلط مزيان وتخلطوا المكونات كلها. لان اصلا واخا نزيدوا الماء في هنايا في الخليط، راه حنا غادي اوريدي غادي نرجعوه يطبخ فوق البوطه، غادي نرجعوه واحد 10 دقائق اخرى تاني فوق النار.
هنا الخليط صافي تخلط، كنرجعوه في نفس المقلاة بلا ما نغسلوها، في نفس المقلاة كنرجعوا الخليط عاوتاني، غادي نحطوه واحد 10 دقائق فوق النار. قلنا كنرجعوا الخليط فوق في نفس المقلاة وكنرجعوه واحد كمان واحد 10 ولا 15 دقيقة فوق النار، كيكون تقيل بزاف. هاد الأثناء زدت أنا شي شوية ديال الماء، يعني حوالي 4 كاس ديال الماء، وهنا كنزيد الحامض، العصير ديال 2 ديال الحامضات اللي عصرناه. هو البنات على حسب الحامض، يمكن لكم ديروا وحده، يمكن لكم ديروا 2، لان ديجا المكونات قلت لكم راه حامضين، كلهم حامضين، ولكن كيبقى خاصنا نزيدوا الحامض. يعني انا استعمل 2 ديال اللايم، الحامض الخضر ماشي الحامض الصفر، وكنحطوه فوق النار عاوتاني كنشعلو عليه ونخليه يغلي واحد شويه، واحد 10 دقائق. هنا كنلاحظوا بان الخليط بدا عاوتاني في الغليان، ما غاديش نخليوه يغلي بزاف، كنخفوا عليه النار باش ما يتحرقش ويغير لينا المذاق ديال لاصوص. شوفوا القوام ديالها، هنا كنوريكم القوام ديال لاصوص، هكذا خصو يكون، ماشي ثقيل وماشي خفيف. كاين هو شوف في مكسيكو كتلقاه خفيف بزاف، يعني دايرينو معبئينو في قراعي كيكون خفيف، ولكن الوصفه ديال البيت الاصليه كتكون في هذا القوام، يعني ما هو خفيف بحال لا كونفيتور. دايوغ هنا البنات اصلا هاد لاصوص الاصل ديالها سي بوغ ترومبي لي فخوي، كيقطعوا لي فخوي اللي هي كتجي مع المانجو وكتجي مع الاناناس، وكيغطسوها في هاد لاصوص من بعد كياكلوها، كتولي هاد لاصوص حاره وحامضه وحلوه في نفس الوقت. انا عمرت هاد القريعه، غادي نستعملها في العصير اللي غادي ندير، وغادي نخليها في الثلاجه، غادي نستعملها انا في الفخوي ولا بحال كونفيتور. غادي ندوزو المكونات ديال العصير البنات. غادي نحتاجو صودا او ماء معدني، مونداريس هذا ماء معدني تقدروا تستعملوه، انا استعملت بافاريا ديال الرمان، تقدروا تستعملو حتى ديال بومبلوموس كيجي رائع حتى هو. عندنا الايس او لي غلاسون، عندنا غامي بير هذا كنزوقو به، واما نتو كناكلوه كيجي زوين، يعني كنت كتشرب في العصير وكتاكل في هاد الغامي بيرز. عندي الحامض وعندي السودانيه وعندي الفخوي مقطعين اللي هما الاناناس والخوخ، وعندي شاموي صوص اللي حنا حضرنا قبل، وعندي قطعه ديال الحامض والاناناس هذا للتزيين. البنات هذا عصير وسناك او ميم طون، يعني كتكون في البحر ولا في لابيسين ولا غير في الدار كتستمتع به، يعني كتشرب هذا الصودا اللي هي مخلطه مع الفخوي والمكونات، وكتاكل الفخوي وكتاكل هاد الغامي بيرز اللي حنا دابا كندير عليهم شويه ديال لاصوص، وكنخليهم واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق كيترقدوا. هو عصير وسناك او ميم طون. ابري كناخذوا الكاس ديالنا ديال التقديم، انا كيعجبني هاد الكاس كيشبه الميسن جار، كنحط لي فخوي هما الاولين، انا لي فخوي اللي عندي، عندي الاناناس والخوخ عندي دابا في الدار، تقدروا ديروا المانجو بوحدو، تقدروا ديروا اناناس ومانجو، تقدروا ديروا لي فخيز. ابري كنديروا الايس وكنكبو الشاموي صوص على الايس ولا على لي فخوي، تقدروا ديروه قبل ما تحطوا الايس، هو ديجا غيتخلط كل شيء في الاخر. كنديروا واحد 4 ولا 5 ديال المعالق على حسب الذوق، قدروا حتى تساليوا العصير وتزيدوا في الاخر الشاموي صوص. شاموي صوص بنينه بزاف البنات، وكنتمنى تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. هنا غادي نزيد الحامض، كنعصرو حامضه وحده با بلوس، غير باش تعطي داك ساور تيست المذاق الحامض.
وكنضيفوا الطحين، اولا هما تيسميوها طحين ولكن حنا كنسميوها السودانية بيان سور، فلفلة حارة سودانية تقدر تكون مطحونة اكتر من هكا منيلة. تقدر تكون ماشي غير السودانية، تقدر تكون بكايان بيبر بيبر ولا بهالوبينيون. كنزيدو الصودا في هذا الاثناء، كنديرو الصودا كنكبوها فوق داكشي كله اللي درناه في الكاس، كنديرو الصودا ومن بعد كنزيدو شويه ديال الايس. مازال انا درت صودا بافاريا ديال الرمان، تقدروا ديروا بومبلوموس ولا تقدروا ديروا سبرايت، تقدروا ديروا مونداريز، تقدروا ديروا اي مياه معدنيه كتبغيوها، ولا الصودا حتى هي حلوه. صافي، وكنحطوا هاد لي غامي بير كنزينو بيهم. بيان سور كناكلوهم، كنشربو حنا كنشربو العصير وكناكلو لي فخوي والغامي بيرز او ميم طون. اخر حاجه كنزينو الكاس بقطع من الباينابل الاناناس والحامض. هذا هو الشكل النهائي ديال المشروب ديالنا البنات. ما نعاودش لكم على المذاق ديالو، رائع رائع جدا ومنعش فصل الصيف. كتشربوا يعني الصودا كتشرب وكتاكلوا دوك لي فخوي اللي في قلب منه، والغامي بيرز حتى هما اللي قلب منه حتى هما كيتكالوا، والطعم كيف ما قلت لكم كيجي حامض وحلو وحار وبارد في نفس الوقت. هنا كندخلوا باش نوجدوا الوصفه الثانيه اللي هي عباره عن ماسك ديال الروز، ماسك ديال الوجه والعنق واليدين حتى هما. المكون الاساسي ديالو هو الروز. الكل كيعرف فوائد ديال الروز الصحيه، من غير الفوائد الصحيه في الجسم كاينين فوائد على البشره. انا هنا غادي نستعمل لو غي بسماتي. يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الرز، غي لون، غي غون، بسماتي، غي كومبلي، وكنديروه في الماء وكنخليوه يخرج منه كاع داك الغبار اللي فيه وكاع داك النشا اللي فيه من برا. كنصفيوه جوج المرات ولا ثلاثه عاد كنستعملوه. كنحطوه فوق النار يطبخ لمده حتى كيطيب، حتى كيتحسوا به الطاب بحال غادي ناكلوه، وكنصفيوه. هنا ها هو عندنا الرز كيغلي، كنخليوه يغلى كما قلت لكم حتى كيطيب، وكنصفيوه في الصفايه. وكناخذوا غير القياس اللي غادي نستعملو، لان هنا ملي غادي نطحنو غادي نديرو في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنو غادي يعقد الرز، كيعقد بزاف يعني كتخليوه دقيقه كيجمد، واخا تزيدوا فيه سائل كيعاود يجمد. هنا انا درتو في الخلاط الكهربائي وكنضربوه بحال هكا، كنخليو فيه شويه ديال الماء باش يتخلط لينا مزيان ويتطحن مزيان، لان كما قلت لكم الرز كيعقد كيتقال. هذا هو الشكل ديال الخليط اللي حصلت عليه ديال الرز، هكذا تقيل شويه. غادي نزيد معاه الحليب وغادي نزيد معاه العسل، عسل طبيعي عادي اي نوع من العسل، والحليب العادي ديالنا اللي كنشربو. هنا كنزيد ملعقه عسل وملعقتين ديال الحليب على حسب الخليط. يعني عندي واحد ثلاثه ديال المعالق ولا اربعه ديال خليط الرز مع ملعقتين ديال الحليب وملعقه ديال العسل.
كنخلطوه حتى كنحصلوا على خليط متجانس ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، يكون سهل في التطبيق على الوجه. Take me where you go when the sun goes down like a lightning bolt. We will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between. Free.